بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الحريري رحمه الله تعالى في ملحته، قال: إعراب جمع التكسير: وكل ما كسر في المجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع ما قال واتبع صوابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. كان آخر ما توقفنا عنده ذكر إعراب جمع المؤنث السالم، ذكر إعراب جمع المؤنث السالم. ذكرنا ضابطة، وأنه يقال فيه أو في هذا النوع من الإعراب ما فيه ألف وتاء زائدة، فإنه يعني مما يستثنى من أصول الإعراب العامة كونه ينصب، يكون علامة نصبه الكسرة، كون علامة نصبه الكسرة. هذه هي التي استثناها الناظم من الأصول العامة في الإعراب، كون علامة الرفع الضمة وعلامة النصب الفتحة وعلامة الجر الكسرة وعلامة الجزم الحذف أو قال السكون. بقيت بعض الأبواب لم يشير إليها الناظم تستثنى من هذا الأصل، وهو ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة وسيأتي لاحقا. وأيضا من باب الأفعال الفعل المعتل، فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة، وكذلك الأمثلة الخمسة اللي هي الأفعال الخمسة، فرفعها بثبوت علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة نصبها وجزمها هو ماذا؟ هو حذف النون. والحاصل أن ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم، وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب هي الفتحة، وعلامة الجر هي الكسرة، وعلامة الجزم السكون أو الحذف. واستثنوا من هذا سبعة أبواب: خمسة تتصل بالأسماء واثنين بلا فعال. فالأسماء عندنا أول أسماء الستة: علامة رفعها الواو، وعلامة نصبها الألف، وعلامة جرها الياء. وعندنا المثنى: علامة رفعه الألف، وعلامة جره ونصبه وجره الياء. المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. وعندنا جمع ذكر السالم: علامة رفعه الواو، وعلامة نصبه وجره الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. وعندنا جمع مؤنث السالم: علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه وجره الكسرة. وعندنا ما لا ينصرف: علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه وجره الفتحة. ثم الأفعال المعتل: علامة رفعه الضمة مقدرة، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وعلامة جزم أو وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الفتحة تظهر على الياء والواو في الفعل المعتل الآخر. ثم الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة بصوت أدق: علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة نصبها وجرها حذف النون. هذا خلاصة الأبواب السابقة. نعم، وهذه العلامات الفرعية هي نائبة عن علامات أصلية كما ذكرنا. قال بعده: وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والضبوع فهو نظير الفرد في الإعراب. جمع التكسير، جمع التكسير هو نظير المفرد، نظير فرده. نعم، جمع التكسير هو ما لم يسلم فيه بناء الواحد من الجموع. جمع التكسير هو الجمع الذي لا يسلم فيه بناء الواحد، أي أنك من صياغة الجمع من مفرده
يكون فيه تغير، إما بزيادة حرف أو بنقصان حرف أو بتغير شكل أو بزيادة وتغير شكل أو بنقص وتغير شكل أو بزيادة ونقص وتغير شكل. وهذه الأمور الستة تذكر للطلبة تقريبا، وإلا فلجموع التكسير صيغ، فلجموع التكسير صيغ، لأن جموع التكسير على قسمين، إما جموع قلة وإما جموع كثرة، وهي جموع لثلاثي أو رباعي مزيد كل منهما مجرد أو لمزيد منهما، وبعض الجموع تكون وهي جموع قياسية لها أوزان، وبعضها يكون شاذا وبعضها يكون شاذا. وضبط هذه الجموع بابه باب علم الصرف. فمن الجموع ما يكون على وزن جموع التكسير أفعل وأفاعل وأفاعيل ومفاعل ومفاعيل وفواعل وفواعيل وفعال وفعاليل وفعائيل وفعلاء وأفعلاء وغيرها، جموع كثيرة تصل صيغها إلى نحو 19 وزنا أو تزيد إلى 21 أو 23 وزنا. فهذه حكمها حكم المفرد في الإعراب بالحركات السابقة، بالحركات السابقة أي علامة الرفع فيها الضم وعلامة النصب الفتح وعلامة الجد الكسر. كالأسد جمع أسد، أسد أسد تغير بالشكل، وبيت أبيات زيادة الألف، والتاء هنا ليست زائدة فلا تعامل معاملة جمع علامة السالم. وربع ربوع، ربع ربوع، الربع هو المنزل في الربيع، هو المنزل في الربيع، وقيل المنزل والدار بعينها، وقيل الوطن متى كان وبأي مكان كان. ويطلق الربع في المكان الواسع الخالي. قال بعضهم وقفت أصيليلا بالليل أسائلها، آيت جوابا وما بالربع من أحد. الربع المكان فضع خالي. نعم قال فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. إرشاد المقال والقول، وفيه إرشاد إلى استماع مقالته وهو من أئمة النحو، واتباع الصواب، اتباع الصواب منه فقط، أي ما كان من خطأ فإنه يترك ويرد. طيب إذا كان جمع التكسير كالمفرد من حيث أنه فيه ما يمنعه من الصرف، فيعرب إعراب ممنوع من ماذا؟ من الصرف، الممنوع من الصرف. إذا كان فيه زيادة ألف وتاء يعرب إعراب ما زيد فيه ألف وتاء، كإصطبل إصطبلات وحمام حمامات، في زيادة ألف وتاء، فهذا يعامل معامل جمع أنث السالم، جمع أنث السالم. نعم طيب اقرأ. قال الناظم رحمه الله والجر في الاسم الصحيح المنصرف. باب حروف الجر. باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى
وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حصر من الزم حضل. في عندي حصر دي للنقطة، سقطت النقطة من الطبع فيما حضر. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا، ورب تأتي أبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواوي كقولهم وراكب بجاوي. نعم انتهى. نعم. قال باب حروف الجر. بعد أن أنهى الكلام على أنواع المعربات من الأسماء والأفعال، انتقل للكلام إلى العوامل، الكلام على العوامل التي تعمل، وابتدأ بحروف الجر، وابتدأ من هذا بحروف الجر. قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف. قلنا الجر يختص بالأسماء ولا يدخل على الأفعال، ولهذا قال: والجر في الاسم الصحيح، قيده بالصحيح ليخرج ماذا؟ ما يقابله وهو المعتل، لأن الكسرة في المعتل لا تظهر، الكسرة في المعتل لا تظهر، وأيضا الكسرة في الناقص، الكسرة في الناقص إن لم يكن معرفا لا تظهر. تقول: مررت برجل وبرجال، وتقول: مررت بالفتى، لا تظهر، وتقول: مررت بقاض، لا تظهر، بخلاف مررت بالقاضي لا تظهر للثقل. مجرور عن جر بحرف جر قاضي اسم مجرور، وعلم جر الكسر مقدر أن يأمن عن ظهورها الثقل، لا تقول مررت بالقاضي لثقلي الكسرة عن الياء، هذا إذا كانت الياء مخففة لا الياء المشددة. كانت تقول: مررت بالقرشي، هنا الياء تظهر لتشديد الكسرة، تظهر لأن الياء مشددة زول الثقل. إذا قلت مررت بالقاضي الياء تقدر عليها الكسرة ولا تظهر، لماذا؟ للثقل. وإذا كان غير محلل بألف واللام تقول: مررت بقاض، وأصلا مررت بقاضي، بقاضي استثقلت الكسرة على الضمة على الياء فسكنت، وبعضهم يقول نقلت كسرة الياء إلى القاء إلى الحرف قبلها، وإن كان الحرف قبلها مكسور فجلبت عليه كسرة جديدة فبقيت الياء ساكنة والتقت مع النون الساكنة قاضين، فالياء حذفت لخفتها ولأن حرف علة، ولأن الكسرة قبلها تدل عليها، ولأن التقت مع النون الساكنة فصارت مررت بقاض، تلك النون الساكنة ننطقها لكن نكتبها كسرة ثانية فيصير تنوين مكسور، واضح؟ ولهذا قال في الاسم الصحيح، ليس معنى أن المنقوص لا يجر أو علم جره غير الكسرة، ولا أن المقصور لا يجر أو علم جره غير الكسرة، وإنما المراد أنها لا تظهر. المنصرف لإخراج غير المنصرف، فما لا ينصرف جر علامة جره ماذا؟ الفتحة لا الكسرة، وسيأتي في بابه. نعم. والجر في الاسم الصحيح المنصرف، أي أن الجر هي الكسرة تظهر فيهما، تظهر في هذا الاسم الصحيح المنصرف، لا أن غيره لا تكون فيه. فالاسم المعتل
المقصور لا تظهر الكسرة لتعذرها، والمنقوص لا تظهر لثقلها، نعم، والمنصرف يجر لكن ليس بالكسرة وإنما الأمجد به الفتحة، وإنما الأمجد به الفتحة. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف، الجر يكون بأمرين أو بثلاثة، بجر بحرف أو بإضافة أو بالتبعية أو بالتبعية، فابتدأ بالأول وهو بأحرف، ابتدأ بالأول وبأحرف، لم يبتدئ بالإضافة لأن أصل الإضافة فيها تقدير حرف جر، واضح؟ هو إما من أو في أو اللام، إما من أو في أو اللام، فهي ترجع إلى الجر بحرف الجر. بأحرف هن إذا ما قيل صف، هذه الأحرف هي ماذا؟ إذا أردت أن تقولها فصفها كالتالي: من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا. من تفيد الابتداء، من تفيد ابتداء الغاية، الزمانية والمكانية، ومن تفيد البيان، من بيانية لبيان الجنس أو بيان حقيقة الشيء، ومن تفيد التبعيض أي بعض الشيء، ومن تفيد معنى اسم الجانب، جئته من عن يمينه، ها؟ تفيد الإشارة إلى الجهة، عن هنا تفيد الجانب، هذه معاني من. وإلى تفيد الغاية، تفيد الغاية، انتهاء الغاية، إما مع دخول المغير فيها أو لا. وفي تفيد الظرفية الزمانية أو المكانية، وتأتي فيه بمعنى على، وتأتي فيه أيضا بمعنى على. وحتى تفيد الغاية كذلك، وعلى تفيد الاستعلاء والعلو والارتفاع، وعن تفيد المجاوزة، وتأتي بمعنى اسم الجانب كما ذكرنا المثال السابق، من عن يميني وعن شمالي أي من جانب اليمين، نعم. قال: ومنذ ثم حاشا وخلا. ثم للعطف لا على أنه حرف جر. منذ ومذ هما حرفان إذا جرى، كما أنهما اسمان إذا وقع بعدهما اسم أو فعل. فإذا جرى كان حرفان، وقد وإذا وقع بينهما بعدهما مرفوع أو فعل فهما اسمان، فيجران الاسم ويكونان عند ذلك بمعنى أو بأنهما حرف. منذ ومذ أيضا إذا دخل على الماضي، إذا دخل على الماضي فكان يكونان بمعنى من، وإذا دخل على الحاضر يكونان بمعنى في. تقول: ما رأيته مذ الباء مذ أمس، أو مذ يوم الأحد، ماضي أي من يوم الأحد،
وما وتقول ما رأيته منذ يومنا هذا، أي في يومنا هذا. فإذا كان الزمن الذي دخلت عليه زمن ماض فهي بمعنى من، إذا كان زمن حاضر فهي بمعنى في. حاشا وخلا حرفان يدلان على الاستثناء، يجران ما بعدهما، ويجوز النصب، فما بعدهما دخل عليه معنى الاستثناء ويجر ما بعدهما، ويجوز نصبه على مفعولية. أما إذا دخلت ما على خلا وحاشا وعدا لزم النصب هنا، لازم النصب ولا يجر. طيب لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.